اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده من البطوله الافريقيه، الاهلي وسيمبا بطل تنزانيا على استاد برج العرب في تمام الساعه 9 مساء. ان شاء الله باذن الله كالعاده يكون النادي الاهلي موفق في هذه المباراه، مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي نظرا لتلاحم المباريات الكبير من بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه. لكن اكيد النادي الاهلي كالعاده الجميع على قلب رجل واحد، باذن الله النهارده النادي الاهلي يكون موفق اداء ونتيجه ان شاء الله تساعده في مشواره في البطوله الأفريقية. كعادتنا ايضا كمان يا كابتن اسلام، من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي بنكون متواجدين في فندق الاقامه مع لاعبي النادي الاهلي، بننقل كل الاخبار والكواليس الخاصه بالفريق. النادي الاهلي كعادته يمكن سمه معسكرات للنادي الاهلي هي التركيز الشديد اللي بيكون فرضه هنا للجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي، الكابتن محمد يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ، بيكون في تركيز كبير جدا. وايضا لاعبي النادي الاهلي تعلم جيدا اهميه هذه المباراه، مباراه على ارضنا في حضور جماهيري كبير، ففي تركيز شديد جدا. يمكن اكيد حضور الجماهير هيكون له دور كبير وتأثير كبير جدا في هذه المباراة، بجانب الخطط الفنية والجانب النفسي اللي بيتعامل معاه مستر مارتن لاسارتي المدير الفني، الجهاز الفني بالكامل، لأن الإصابات العديدة اللي يمكن النادي الأهلي خلاص كل مباراة بيكون في لاعب واثنين بيفقد النادي الأهلي جهوداتهم في المباريات القادمة. لكن المتواجد في القائمة سواء يمكن لعيب بيكون بيشارك في الباك رايت، بيشارك في الباك ليفت، خلاص مفيش أدوار دلوقتي خلال هذه المرحلة، مرحلة محتاجة تكاتب بشكل كبير للاعبي النادي الأهلي وإنكار ذات بشكل كبير جدا. وبالفعل ده اللي بيحققه لاعبي النادي الأهلي، كل مباراة بيكون في تطور في الأداء، وأيضا كمان بنشوف روح الفانيلا الحمراء وشخصية النادي الأهلي. إن شاء الله النهارده يكون النادي الأهلي موفق، جمهور النادي الأهلي السند والدعم الحقيقي من أول دقيقة لآخر دقيقة، تشجيع مثالي باسم النادي الأهلي، وبإذن الله عقب انتهاء المباراة تكون فرحة أداء ونتيجة للاعبي النادي الأهلي. يمكن لو بأكد يا كابتن إسلام، إحنا متواجدين في فندق الإقامة، خلاص يمكن المحاضرة الفنية الأخيرة لمستر مارتن لاسارتي انتهت بالفعل، أكيد التشكيل والتكتيك وكل الأمور الخاصة به فريق سيمبا بطل تنزانيا، مستر مارتن الجهاز الفني اتكلم عليها بشكل كبير خلال الايام الماضيه في التدريبات في محاضرات الفيديو لحظات. ايضا يمكن خلاص لاعبي النادي الاهلي هتتوجه مباشره الى استاد برج العرب استعدادا لهذه المباراه المرتقبه والمنتظره. دور يمكن الجمهور عايز اتكلم عليها كابتن اسلام معاك، اكيد النهارده يمكن لما نقدر نقول نفاذ عدد كميه التذاكر قبل المباراه ده يمكن يدل على وعي جمهور النادي الاهلي. النهارده جمهور النادي الاهلي عليه دور كبير جدا، يعلم جيدا اهميه تواجده في المدرجات، المسانده مطلوبه والدعم والتحفيز مطلوب. النادي الاهلي محتاج جمهوره بشكل كبير خلال المرحله القادمه. ولو بتكلم كمان على الربط بين مجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي، يمكن مجلس الاداره بيبذل جهد كبير جدا لعوده الجمهور بالشكل المطلوب وبالشكل المامول، ان يمكن يكون الاستاد بالكامل جمهور النادي الاهلي متواجد فيه، في يمكن تنسيق على اعلى مستوى مع القيادات الامنيه، ايضا كمان الجهات المعنيه المسؤوله عن دخول جمهور النادي الاهلي في تواصل بشكل مستمر. لكن جمهور النادي الاهلي عليه دور كبير، وعي جمهور النادي الاهلي مفيش رهان عليه، نعلم جيدا وعي جمهور النادي الاهلي في المباريات الهامه والمباريات المرتقبه. ان شاء الله النهارده يكون دور كبير للاعبين مع الجمهور مع التكاتف الجميع. ان شاء الله باذن الله نفرح النهارده كابتن اسلام مع لاعبي النادي الاهلي اداء.